الرئيس السيسي يلتقي رئيس شركة سيمنز لبحث تعزيز التعاون في المشروعات التنموية بين الشركة والحكومة المصرية. الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وتنمية المشروعات التنموية في مختلف المجالات. الداخلية تواصل جهودها لضبط الأمن في كافة القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية. السابعة مساء بتوقيت القاهرة، موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم على تلفزيون النهار، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن البنية الأساسية القارية في إفريقيا ستعمل على تغيير شكل القارة خلال 10 أو 15 عاما وتضعها في مكانة أخرى. استعرض الرئيس السيسي تعقيبا على أسئلة المستثمرين خلال فعالية جلسة المائدة المستديرة بمنتدى الاستثمار في إفريقيا 2019 لليوم الثاني على التوالي، استعرض تجربة مصر في بناء بنية أساسية وإعادة تأهيلها لتكون مهيئة للاستثمار في ظل التطور والتقدم الذي حدث في العالم. ونوه الرئيس بالتحرك القوي داخل الاتحاد الإفريقي في اتجاه بناء هذه القدرة، واعتبر أن الأمر يتجاوز الحديث عن طريق القاهرة كيب تاون وبحيرة فيكتوريا البحر المتوسط، وإنما يشمل وجود بنية أساسية قارية تستطيع أن تربط أكثر من 50 دولة ببعضها عبر طرق وسكك حديدية وشبكة كهرباء وشبكة تكنولوجيا ومعلومات. وجدد السيسي تأكيده على أهمية مشروع ربط 55 دولة أو أكثر في إفريقيا بشكل كامل، بما يشمل الأقاليم الاقتصادية المقسمة لـ8 أقاليم في المرحلة الأولى، ثم ربط هذه الأقاليم ببعضها في خطة عشرية. ورأى الرئيس السيسي أن هذا المشروع تجاوز تكلفته $250 مليار ممولة من البنوك والشركات العالمية التي ستنفذ هذا المشروع. على أن تقوم الدولة الوطنية بالتوقيع على قرض يتم تسديده بشروط ميسرة بضمانات ومخاطر أقل. هذا واستقبل السيد الرئيس السيسي السيد جو كايزر رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز الألمانية، وذلك في إطار منتدى إفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأعرب سيادة عن التقدير لما حققته الشركة من إنجازات في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر، ومنها محطات توليد الكهرباء الثلاث في بني سويف والعاصمة الإدارية والبرولوس، بما يجعلها شريكا هاما لمصر في التنمية، ومشيرا إلى تطلع مصر لاستمرار وتطوير الشراكة القائمة مع سيمنز في العديد من المجالات التي تتعلق بخبرة ونشاط الشركة، مثل النقل السريع وتطوير السكك الحديدية والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن الاستفادة من قدرات وإمكانات الشركة في مجال التدريب الفني، أخذا في الاعتبار ما تمثله شركة سيمنز من خبرة ألمانية عريقة. من جانبه أشاد كايزر بالإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في مصر في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية، مؤكدا اعتزاز شركة سيمنز بتعاونها الوثيق مع الحكومة المصرية الذي أسفر عن نجاح كبير لأنشطتها في مصر، حيث تم تحقيق أرقام ومعدلات أعمال قياسية غير مسبوقة في تاريخ سيمنز. كما قام رئيس شركة سيمنز باطلاع الرئيس أو السيد الرئيس خلال المقابلة على الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مصر بمختلف مجالات عمل الشركة لتطوير الصناعات الوطنية في مصر، بالإضافة إلى مساهمة الشركة في التأهيل والتدريب المهني للكوادر المصرية. كما استقبل الرئيس السيسي السيد سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش مؤتمر إفريقيا للاستثمار 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأعرب الرئيس السيسي عن الترحيب بمشاركة البنك في أعمال مؤتمر إفريقيا 2019 التي تأتي في إطار جهوده لدعم القطاعات التنموية المختلفة بالقارة الإفريقية. كما أعرب سيادته عن تطلع مصر لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة الجاري تنفيذها في مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات معالجة وتحلية المياه.
وأعرب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة مع مصر ومؤسساتها المالية المختلفة، مشيدا بنجاح مصر في تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في التعافي للاقتصاد المصري وارتفاع معدلات النمو. ضبطت الأجهزة الأمنية 339 متهما خلال استهداف بؤر إجرامية ببحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والسحر والجمال بمحافظات الشرقية والإسماعيلية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ونجاحات تحققت خلال أسبوع في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف بؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 339 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 825 قطعة سلاح ناري، من بينها 176 بندقية و101 بندقية آلية و42 طبنجة و504 فرد محلي الصنعة وواحد جيرينوف وطلقات نارية مختلفة العيرة، بلغت 1217 طلقة متنوعة إضافة ل 1627 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ 472,065 حكما قضائيا، من بينها 2381 حكم جناية و 163,453 حكم حبس و 239,980 حكم غرامة و 66,860 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 23 تشكيلا عصابيا، ضموا 61 متهما قاموا بارتكاب 115 حادث سرقة متنوعة، وتم كشف غموض 60 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 88 متهما، كما تم إعادة 176 سيارة مبلغ بسرقتها. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1170 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1290 متهما وبحوزتهم أكثر من 208 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 2400 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت ما يقرب من 70 كيلوغرام وكمية من مخدر الاستروكس وزنت أكثر من 13.5 كيلوغرام وعدد 46,051 قرص مخدر. وتواصل وزارة الداخلية بذل العطاء لفرض الأمن وحماية الأرواح والممتلكات وضبط الجرائم المختلفة ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون.
ناشدت العديد من سيدات مصر الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة وأعضاء المجلس للتضامن معهن لتحقيق مطالبهن المشروعة. وطلبت السيدات بدعم القومي لحقوق المرأة تنظيم وقفة تضامنية للتأكيد والتعبير عن الرغبة في الحفاظ على مكتسبات المرأة وحماية حقوق أطفالها وتوفير سبل العيش الكريم لهن لحماية حقوقهن وأطفالهن في مواجهة مصاعب الحياة وللحفاظ على حقوقهن في طلب الطلاق والخلع. كما طالبت سيدات مصر بضرورة التصدي لمحاولات الالتفاف على حق الزوجة في الحصول على نفقة العدة نظرا لثبوتها شرعا وقانونا وضرورة النص عليها بقانون الأحوال الشخصية الجديد. وأكدت العديد من السيدات عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تدخل القومي للمرأة للحفاظ على حقهن في نفقة العدة وضرورة الحفاظ عليها وإلزام الأزواج بسدادها دون الحاجة للصدور إلى أحكام أو التراضي بشأنها ووضع الأسس الملائمة لحق الرؤية لأطفالهن. وكانت العديد من وسائل الإعلام أبرزت مطالبات سيدات مصر بعدم إغفال طلب الخلع كأحد المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية خلال عقود من النضال للحصول على حقها في حياة لائقة. ولمزيد من المتابعة ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع بتنضم لنا عبر الهاتف السيدة عبير أحمد الخبيرة في مجال الطفولة والأمومة. أستاذة عبير أهلا بك معنا. أهلا بك يا فندم، إزي حضرتك؟ بداية أستاذة عبير، ما هي مطالبكم المتعلقة بحق الطلاق في حالة انقطاع النفقة؟ السلام عليكم. الأول أنا بس كل اللي أنا عايزة أقوله لحضرتك النفقة دي حاجة مهمة جدا لأنه مصدر دخل وحيد لمعظم الستات عندنا في مصر ولازم ينص عليها في قانون الأحوال الشخصية الجديد على حق المرأة في الطلاق في حالة لما الزوج يتوقف عن الصرف على بيته. ده شيء مهم جدا لأن معظم السيدات ما عندهمش دخل غير النفقة. والنفقة دي حضرتك انت دي مهمة جدا للأسرة. ليه؟ لأن دي بتحمي كمان الأطفال من ان هم يبقوا أطفال شوارع، من يبقى أطفال إرهاب. لما الست تبقى دخلها الوحيد نفقة الزوج، تقدري حضرتك تقولي لي هتربي ازاي ولادها؟ هتمنعهم ازاي انهم ينزلوا في الشوارع يشحتوا؟ هتمنع ازاي ان الطفل يتم في الشارع فيعرض لأي شيء من الإرهاب أو من أي حاجة؟ فالنفقة دي حضرتك حاجة مهمة جدا، غير انها بتحمي الأسرة انها بتحافظ على البيت وبتحافظ على الاولاد اللي هم مستقبل مصر. تمام. ده شيء مهم جدا. طيب رؤية حضرتك كيف يمكن تحقيق هذا؟ والله انا شايفة ان اذا ما كانش في استجابة للمطالب دي انا بتشوف ان لازم السيدات تقوم بوقفة تضامنية يعبروا عن مطالبهم. دي مطالب مشروعة ولينا حق فيها في حقوق المرأة وحقوق الطفل. تمام. عشان نقدر نعيش حياتي فأنا بطالب بوقفة تضامنية للتعبير عن مطالبنا بالحفاظ عن حقوقنا وحقوق أطفالنا. وطبعا بناشد المجلس القومي للمرأة اللي هو المنفذ الشرعي لينا ان هو يبقى متضامن معانا عشان يدعمنا ويدعم مطالبنا. تمام. هل تعتقدين ان الجهات المعنية سوف تستجيب لهذه الوقفة؟ احنا هنقدم طلب للجهات المعنية للموافقة على تنظيم الوقفة دي. وطبعا احنا بنأمل ان وزارة الداخلية دي دايما واقفة معانا ودايما واقفة في ظهرنا انها تستجيب لينا لان دي مطالب مشروعة وفي اطار قانوني. تمام. احنا عايزين حقنا مش اكتر. النفقة ده شيء مهم جدا للست المصرية. جزيل الشكر للسيدة عبير احمد الخبيرة في مجال الطفولة والامومة. والى هنا مشاهدينا الكرام ينتهي موجزنا الاخباري لهذه الساعة. اشكر حضراتكم كرم المتابعة. الى اللقاء.